سمر، مساحتنا الأولى طبعا بصباحنا لليوم مع مساحة إبداعية أوجدتها مخيلة فنان سوري قدر يحجز حيز خاص ويشكل من خلال رؤيته ومقاربته الفنية من خلال عدد من المعارض الشخصية. كان أول عام 2014 بعنوان لحن الخيل العربي بمسقط، ومبارح تم إضافة خطوة جديدة لمسيرة الفن من خلال افتتاح المعرض النحتي حمل اسم جدايل بصالة أدونيا. مشان كمان نسلط الضوء على هالمعرض ونشوف تفاصيله وجانب من المسيرة الإبداعية والفنية. صباحنا غير مع أيمن حميرة، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم خير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. برأيك الحرية لا ممكن تكون إلا بأرضك بسوريا، أكيد. وأنه الفن خارج سوريا دائما بيكون مقيد وأنت هون بتكون حر. خلينا نحكي عن مسيرتك الفنية ال 11 سنة. خلينا نحكي، أنت جيت من 4 شهور على الشام ورجعت لأرضك وبلدك والحمد لله على سلامتك. خلينا نحكي عن تجربتك الفنية وعن رأيك أنه هي الأرض هي اللي بتعطينا الحرية، والتقييد حصرا بيكون حتى بالفن من الخارج. بس أنا تخرجت بدفعة 2008 وسافرت مباشرة على سلطنة عمان بمسقط، وصراحة يعني الحركة الفنية هناك كمان بتسمح للشخص يتحرك، وهذا الشيء واضح من الإنجازات اللي عملتها أنا بمسقط كفنان مغترب. كان عندي كتير يعني بديت مشاركاتي مع الجمعية العمانية للفنون كالمعارض السنوية. كانت تجربتي الأولى مثل بال 2014 معرض شخصي أول، عندي 3 معارض شخصية خارج البلد غير المشاركات الدولية بالملتقيات. بس بغض النظر عن الحرية اللي أنا بحصل عليها برا البلد، بتضل حريتي بالبلد بشكل أكبر، لأن قد ما كان بالنسبة للفنان وجوده على أرضه وبين أهله، الإمكانات اللي بتعطى أثناء الشغل، يعني أحد أكبر التحديات اللي كنت مواجهها هنا كنحات أنه ما في ينحت منحوتات ثقيلة أو ننحة المنحوتة نتركها بمكانها، فلجأت الآن للمنحوتة الصغيرة بس على أمل أنه أنا يوم أرجع جيب كل شيء معي، ما أترك شيء هناك، لأنه حتى بس أترك أي منحوتة بأي مكان بحس في شيء ناقص. فببلدي أنا بإمكاني أنحت أي شيء وأتركه بأي مكان، بحديقة عامة أو على شاطئ أو بأي مكان، وأنا مطمئن أنه بعده موجود أيمتى ما فيه بإمكاني أروح أشوف هذا العمل الفني. نعم، لكن خلينا نحكي هيك بالتفصيل عن معرض جدايل. شو الرسالة اللي حبيت توصلها من خلال هالمعرض، وكيف كان الإقبال ردود الفعل؟ الإقبال كان حلو الحمد لله والمعرض ناجح. رسالتي أنا بهذا المعرض حصرا تحكي عن المرأة السورية بشكل عام، إن كانت المرأة كزوجة أو أم أو حتى مدينة أو وطن. بنشوف بالمعرض في كتير تقييد على المرأة للأسف، أنا عم حاول أظهر هذا الشيء، بس كمان بنفس الوقت عم أظهر قوة وصلابة هي المرأة. بعض المنحوتات كانت عبارة عن قطع مرممة ككناية عن المدن السورية اللي صار فيها خلال الأزمة هاي خلال الحرب. في كتير أجزاء من المدن عريقة دمرت، أنا حاولت أظهر هذا الشيء بالمنحوتة أنه باقي حتى رغم التكسير والدمار باقي وبنفس الوقت صلبة وقوية. أكيد أكيد رح نكمل حديثنا معك، بس لنشوف مشاهد من افتتاح معرض جدايل. Thank you.
نعم، لكن خلينا نحكي عن أجواء المعرض جدايل، وليش اخترت اسم جدايل؟ يعني قلت أنه المرأة كانت العنوان الأبرز يمكن. جدايل في منحوتي المعرض، أنا بتقنياتي ببحث عن مواد مختلطة، يعني ما بحاول أنه يكون عندي منحوتي من مادة واحدة. إحدى المنحوتات اللي كانت موجودة فيها جدايل من شعر زوجتي نفسه، حاولت أدمجه ضمن المنحوت ضمن الأسلاك المعدنية مع قطع السيراميك والريزين لحتى شكل هاي المنحوت. من هاي المنحوتة تكون اسم العمل بالكامل. طبعا حتى المنحوتات الثانية بنشوف فيها نوع من الجدل، بس الاسم الأساسي هو من جدايل زوجتي. دائما بتشكل المرأة محور أعمالك، بالرغم من أنه المرأة معروفة أنه بتتعرض للعنف ولهالقصص، ليش دائما أنت عم تشكل دائما المرأة المفروض لازم تكون موجودة؟ وبعدين خلينا نحكي الأسلاك المعدنية، شو الرسالة من وجود الأسلاك المعدنية على المرأة؟ هي هي أنه عم تدل على القيود اللي موجودة والمفروضة عليها؟ أكيد هي الكناية من الأسلاك، أنه القيود المربطة المرأة إن كان بالمجتمع أو بالعمل أو بالدراسة أو حتى كأم أحيانا. الأعمال اللي شفناها يعني مو بس الأسلاك أحيانا اللي مقيدة، في بعض الأعمال ما فيها ولا سلك، بس وضعية المنحوتي أو شكل المنحوتي أو الشكل المتموضع فيه هي المرأة هو اللي مقيدها. بالنسبة لي أنا، مو بس بالنسبة لي يعني، المرأة كانت حاضرة بكل الفن التشكيلي عبر التاريخ، يعني تمام. دائما المرأة ملهمة لأي فنان. أول ما حكيت أنا المرأة عندي مش بس زوجة، المرأة أم ومدينة ووطن كمان، يعني هذا المقصود بالمرأة، مو بس أنه كمرأة إنسان. نعم. فاختياري للأسلاك المعدنية هذا نابع عن التجربة، هي وبدت بأشياء تانية، بس من خلال التجربة اللي بديت أنا فيها من 11 سنة إلى اليوم وصلت للخامات اللي أنا برتاح فيها وممكن شكل فيها بشكل أقدر أعبر عن أفكاري اللي ببالي بشكل متناسب تماماً مع أنا اللي بالرسالة اللي بدي أوصلها. نعم. من عام 2014 لهلأ لهذا الوقت، من أول معرض لهذا الوقت، قديه تطورت عندك الرؤية الفنية؟ قديه تعلمت من تجارب يمكن من أخطاء سابقة لوصلت اليوم لحتى تكون يعني مقرر بلجنة التحكيم كمان، يعني أو أنه مثلاً بتشارك برأيك وبتنصح غيرك من الفنانين المبتدئين؟ أكيد ما في تجربة بتخلق من العدم، يعني الفنان بيمر بتجارب معينة لحتى يوصل ل طبعا لساتني ببدايتها، يعني ما في قارن تجربتي بتجربة فنانين 40 أو 50 سنة، لسه التجربة بدايتها. من كل مرة بجرب فيها عمل أحيانا بنجز عمل وبينعرض العمل بمكان ما وبلاقي الإعجاب، بعد شهر أو شهرين أنا نفسي بغير بنفس العمل، بكون استنتجت مواد جديدة، استنتجت خامات جديدة، تقنيات، أفكار جديدة، بحاول أطبقها على أعمال جديدة حتى كمان مع الأعمال القديمة. بعض الأعمال تنجز لمرة واحدة وبس، ما بقى برجع لها مرة تانية أبدا، بكون راضي عنها تماما. بس بشكل متناسب كل ما تطورت تجربتي كل ما انعكس هذا الشيء على أعمالي، وهذا الشيء كان واضح ببعض الأعمال بالمعرض عمرها 6 سنين بس انعرضت مرة أو اثنين، كل مرة كانت تعرض بطريقة مختلفة. أكيد. خلينا نحكي عن المعرض، كيف لقيت الإقبال؟ يمكن اليوم آخر يوم. يوم آخر يوم. كيف لقيت الإقبال بهالأيام اللي راحت من يوم الأحد ليوم الأربعاء؟ وكيف كان التفاعل العالم معك؟ وشو هي المواد المستخدمة؟ مثل بعرف الطين عندك والخشب وكثير من المواد الثانية، خلينا نحكي عنه. على الرغم من الأجواء الماطرة ووقت الافتتاح يعني، بس مع ذلك كان الإقبال والحضور كثير حلو. الناس عبرت عن رأيها طبعا بالنقد إن كان سلبي أو إيجابي، طبعا النقد السلبي بيفيد والإيجابي بيفيد كمان. شافوا خامات جديدة، يمكن مو جديدة عليهم، جديد استخدام هاي الخامات هاي موجودة سابقا، بس استخدامها وطرحها بهذا الشكل هو اللي كان جديد. كان في العديد من الفنانين التشكيليين اللي كمان الشكر كتير لحضورهم ولاقى العمل إعجابهم، مو عمل ولا واحد، التجربة كلها بشكل كامل. المعرض مستمر لليوم والحمد لله، وبشكر كل اللي كانوا قائمين على الصالة المعرض، من القائمين على الصالة للأشخاص اللي دعموني لحتى أنا أوصل لهون، وبشكر كل الحضور كمان. نعم. يعني أيمن، كمان عدد من الجوائز الكثيرة اللي حصلت عليها، المركز الأول بمعرض التشكيلات الحرفية فئة الأعمال الرقمية الحروفية، والمركز الأول بالجمعية العمانية للفنون، وكنت أيضا عضو لجنة تحكيم مسابقة إبداعات شبابية بوزارة الثقافة، وكثير من يمكن التكريمات، خلينا نحكي عنه شوي كمان.
هاي التكريمات نابعة عن المشاركات اللي كنت شارك فيها مع الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وكعضو لجنة التحكيم طبعا هذا الشيء ما بيجي من العدم، عن تجربة وأكثر من مرة ضمن المعارض وبعد العديد من الجوائز. وكمنصبي كمدرس كنت بالكلية العلمية للتصميم كلية الفنون بمسقط، فدائما يفضل ندعي شخص على اللجنة يكون صاحب خبرة، وخاصة بتقييم الأعمال كمدرس دائما كان يكون عندنا تقييم أعمال. الجوائز هاي أحيانا يعني دائما تكون ضمن فئة معينة، فئة الوافدين، في توزيع جوائز للفنانين المقيمين. طبعا عمان فيها فنانين من كل العالم، جنسيات من كل العالم، فدائما فئة الفنانين المقيمين يكون مشارك فيها. نعم. كل الجوائز اللي في جائزة واحدة كانت بالمعرض السنوي للفنانين، مثل ما يقارن عنا بمعرض الخريف واللي هي السنة الماضية كانت، لأن طبعا كل الجوائز كانت ضمن فئة الشبابية تحت سن 35. كانت آخر تجربة لي بعمان وآخر جائزة، وكتير بعتز فيها لأنه بعتبرها من أفضل الجوائز بالنسبة لي. كان في جائزة من منظمة بيهانس العالمية للتصميم، شركة أدوب، حصلت فيها على المركز الثاني كمان بمسقط. ومعرض التشكيلات الحروفية مثل ما حكيت، يعني بعيدا عن النحت في لي نشاطات تانية، يعني أي شيء بحب جرب فيه واشتغل فيه مثل التشكيلات الحروفية أو حتى الرسم، بس بيظل النحت هو الحجر الأساسي بالتجربة الثقافية. أكيد. وأنت بالغربة، سوريا 9 سنين من الحرب، هاي الحرب هل أثرت على منحوتاتك، أثرت على شغلك؟ وحكينا عن انطلاقتك مجددا، انطلاقتك الفنية من دمشق، يعني لك أنت 4 شهور راجع، خلينا نحكي شو المميز وشو الرسالة اللي حبيت توجهها مو بس للسوريين، لكل الفنانين الموجودين حول العالم. الحرب أكيد أثرت بكل، ومو بس كإنسان سوري، طبعا بكل أي شخص بيعرف سوريا. هذا الشيء حاولت أنا وضحه تماما بمعرضي السابق اللي كان بالسفارة السورية بمسقط، كان اسم المعرض من الرماد. كله كان في وجوه تعبر عن المدن السورية، كل وجه بيعبر عن إحدى المدن السورية. من الرماد هو الكناية في الطائر الفينيق، مهما صار بيرجع بينهض من الرماد. هذا كان وسيلة لي لأعبر أنه المدن السورية رح ترجع من جديد وأحسن من أول كمان. رسالتي للفنانين، يعني مكان تلاقي فيه الحرية تشتغل فيه، كان بلدك أو أي مكان تاني. أنا بحكي عن تجربتي الشخصية، أنا ما بعرف أي فنان شو تكون تجربته. تجربتي الشخصية أنه أنا ببلدي حريتي أكبر، وهذا الشيء وصلته بأكثر من معرض وبأكثر من ملتقى. بأحد الملتقيات كان إلي منحوتي اسمها زنوبيا النصر بال 2015. فدائما حاول احكي عن سوريا او المدن السورية او التجربة السورية، خاصة اللي صار بال9 سنين الاخيرة. نعم. أكيد. يعني اخيرا خبرنا عن مشاريعك القادمة، في معارض جديدة بالشام بمحافظات تانية. اكيد على المشاريع قائمة. طب طبعا حسب نتاج الاعمال الفنية، الاعمال الفنية بتحتاج لوقت، خاصة بالنحت، يعني ما في عمل سريع بينتج بيوم ولا يومين. قديش المدة الزمنية حتكون؟ هلا بالنسبة لأعمالي هاي اللي اشتغلت أنا، بعض الأعمال امتدت صناعته على مدى شهور. تمام. بين الطين، حرق الطين، بعدين صب القطعة، بعدين إضافة الأسلاك، إضافة المعادن، إضافة الريزين، الإخراج النهائي للقطعة. في قطع أنجزت قبل المعرض بيوم. المنحوتات الحجرية بحاجة جهد ووقت، يعني فيها تعب كتير، غير اللوحة، غير السكتش السريع. فحسب إنتاج الأعمال إن شاء الله أكيد في مشاريع. المشروع الأهم بالنسبة لي هلا هو تكمل دراستي بكلية الفنون الجميلة، عم سجلت الماجستير والحمد لله انقبلت، وهذا المشروع الأهم بالنسبة لي. بعد هذا المشروع أكيد في مشاريع كتير جاية إن شاء الله. بالتوفيق يا أيمن، وهيك بدنا نقول كمان مبروك لك على معرض جدال، إن شاء الله بنشوف معارض مهمة تانية. أكيد. وشكرا لك ولوجودك معنا. شكرا كثير لكم. أكيد فنان لك بسمة، ونتمنى لك التوفيق، وأهلا وسهلا فيك بأرضك وبلدك سوريا. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا.